لنا أن نتخيل حال الأوائل وهم يقطعون هذه الأماكن بين أحضان الجبال وعلى ضفاف هذه الأودية، يقطعونها مشيا أو على الدواب. واليوم نحن يسر الله سبحانه وتعالى لنا وسائل النقل من السيارات وغيرها، وقد تيسرت سبلنا ما لا نقول إلا الحمد لله رب العالمين بنعمته وفضله تتيسر الأمور. آباؤنا اختاروا مثل هذه الأماكن وعاشوا فيها وذللوا الحياة فيها رحلة. اليوم بمبادرة من الإخوة الكرام فريق حاضر للمشي الحر جاءوا لزيارة هذه الأماكن قبل الذهاب إلى ممشى وادي فيض في أشناص. ونحن اليوم جينا إلى مجهل وجينا إلى الزهيمي بولاية